السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أنا مصطفى قناة رفيق الدرب. درس جديد بمستوى البائكي. درسنا اليوم نلال أورانديك. شو هي الأشياء أورانديك تعلمناها؟ تعلمنا دي ماضي وكان نحن بير أشادكي كلمة لري ويقول بوشتوك لرا ير لاشترالم لننقل إلى الفراغات المناسبة. ننقل شو الكلمات dünyanın nahimaye en mudafili ilk müzesi sahimaye i mudaf المتحف العالم الاول المتحف الاول في العالم. في عندنا هون مجموعه كلمات نقراها. açılmıştır futiha anılmış anılmaktadır yüzkar konulmuştur vudi'a korunur yuhfaz kurulmuştur unşia kuruluş munşa sergilenmektedir yu'rad sergilenir yu'rad kemen bas el iyi burada mümkün zaman on el mekte kavne min mek ismi fiil ve ta bulunma tarafından min taraf verilmiştir u'tiya nokra nas müzelerde fil metahif eski eserler el a'mal el kadime sanat eserleri a'mal fenniye tu'rad sergilenir ma'ta awwal shi hawna naktub sergilenir sergi lenir sergilenir izan hay awwal faraq tu'rad إذن تعرض أعمال فنية وأعمال قديمة في المتاحف ف وكورونور وتحفظ كورونور وتحفظ bunun yanında في جانب هذا بعض المزلات في بعض المتاحف تكنولوجيك ürünler المنتجات التكنولوجية أيضا تعرض سرجي لن مكتدر سرجي لن مكتدر نكتب هون سرجي لن مكتدر dünyada في العالم ilk olarak بشكل أولي كأول شيء في العالم İskenderiye Müzesi Methaf İskenderiye kurulmuştur. Unciye Methaf İskenderiye Tarihi İhon Mudaf Tarih İnşa Kuruluş Kuruluş Elka Kibire Taban Lan Bidayet-i Cümle Kuruluş Tarihi Tarih İnşa'u ise ama tarih inşa'u milattan önce قبل من الميلاد 300 yılına ila 300 sene قبل الميلاد rastlamak fel musalif regli zaman ilk müze el methaf el evvel 17. yüzyılda fil kırn 17 1638'de Fisint 1638 taban kurulmuştur. Tamam, kurulmuştur. Bu hada İngiltere'deki الذي في إنجلترا Oxford Müzesidir. Methaf Oxford. Müzedeki eşyanın çoğu muazzam eşya fil methaf eski kadime eski eşya yani gıraz kadime koleksiyoncusu tabi o kelimede koleksiyoncu yani koleksiyon mecmua ama cu yani sahib el mecmua hal cami'i el eşya sahib el u mudaf Elias Ashmole tabi o من شو اسمه الكلمة المناسبة طبعا
كونهم في عندنا فعل باغشلانمشتر، تبرع، باغشلانماك فعل التبرع، معناتها نقول تم التبرع من طرف، من طرف طرف اندان، صحيح طرف اندان. اذا كلمة طرف اندان هي المناسبة، طرف اندان من طرف. بنون تشين من أجل هذا المتحف أشمولا ميزيسي متحف أشمولا أضيلة مع هذا الاسم يذكر، مع تمنى الفعل، الفعل المناسب هو يذكر أن المقتدر أن المقتدر. تركيا ise ama في تركيا ilk müze المتحف الأول 1846 yılında في سنة 1846 تم افتتاحه açılmıştır. Toplanan eserler الأعمال المجموعة Aya İrini Kilisesi'ne ile Keniset Aya İrini Kilisesi Nehme ile ile tamam ile hadi kilise verilmiştir. Sonradan fima ba'd aydan da adına ile ismiha müzeyi Humayun adı isim, hatta taban isim müzeyi Humayun adı konulmuştur vudiha. Bunda lana zaten kelime vahide konmak fel vada konulmuş konulmuştur. ننتقل للسؤال الثاني. أشادك جملتي أديجان يا بلم تنساوي مبني المجهول مين الجمل التي في الأسفل. نقرأ الجملة الأولى. هوبرت بوبث بين دوكوزيوز بيردا في سنة 1901 إلكتريكتي سوبرجي إيجاد إتي سوى اختراع، يعني اخترع المكنسة السوبرجا إلكتريكلي سوبرجا المكنسة الكهربائية هي حماية الإي بالإرتفاع. طيب كيف نسوي أديجان؟ نقول اخترعت من طرف فلان، تمام؟ أول شيء مين هي اللي اخترعت؟ نكتب إلكتريك لي إلكتريك لي سوبرجا سبل المكنسة الكهربائية. إيش فيها المكنسة الكهربائية؟ نقول تم اختراعها من طرف فلان في أين سنة؟ 1900 بيردا. هل نذكر الاسم؟ قول هوبرت بوث طرف اندن. جينا هلا على الفعل ايجاد، تلين هذا التهلده والاي المبني المجهول والدي ماضي ادلي. شايفين شلون؟ شلون ضبطنا الجمله؟ صارت الكتريكلي سوبرجا المكنسه الكهربائيه في سنه 1901 من طرف اندن هوبرت بوث إيجاد إدلي. شايفين شو سوينا؟ طيب إيكي ليفي ستراوس فان ليفي ستراوس بين 1873 يلندا في سنة 1873 مادنجيلرين قيمسي إتشن من أجل أنه يلبس مادنجيلرين اللي بيشتغلوا بالمعادن بير كوت بانتولون تصرلده صمم كوت
بنطلون هو البنطلون الجينز. صمم بنطلون جينز من أجل أنه يلبسوه مين؟ المعلنجي اللي لبسوه المعلن سنة 1873. هلا ايش راح نقول؟ راح نقول نفسه بس نغير الفعل، الفعل تصرلن صمم، نقول صمم، تمام، نقول صمم بنطرون. شو راح نقول؟ راح نقول ليفي ليفي ستراوسز طرفندن. شايفين شلون؟ كرمان اي شيء نسوي مبني المجهول طرفندن من طرف ليفي ستراوسز بين سيكيزيوز بين سيكيزيوز جيت مشوش يلندا بهالسنة هاي مادنجيلرين مادنجيلرين قيمسي كله نفس الشيء قيمسي إيشن بير كود بنطلون طبعا هو بنطلون الجنس بنطلون جينا على الفعل تصار هون شغلنا بالفعل تصار لماك بنحط النا دقيقة تصار لاندا وده ماضي تمام اذا صمم بنطرون جنز من اجل انه كرمال يلبسوه بيشتغلوا بالمعادن في سنة 1873 طرف انضان من طرف ليفي ستراوس اج السيدة و كوكران السيدة كوكران بين 1889 ilk bulaşık makinesini üretti. Entecet makinet makinet el jeli makinet el mawa'in ve suhun tamam el ula enna himaye hon hi bil arma. طيب شو بدنا نقول؟ بدنا نقول انه انتجت ماكينة اذا الجلي الصحون معناتها راح نبلش اما بنقول ماكينة الصحون من طرف كوكران اوريتيلي او بنبلش من العالمي نكتب و كوكران طرفندن من طرف العالم هاي في سنة 1889 نقول ده إلك بلاشي ماكينة الجري الأولى طبعا هنا ننتبه أنه ما نحط البليرتما تمام ما بيصير نحط البليرتما أوريت حطينا الإيل بعد المجهول والدي أوريت الدي إذا أنتجت ماكينة الجري الأولى في سنة 1889 طبعا بصير يعني اذا جبنا هاي الكلمه بالاول مثلا كتبت انا ايلك بولاشيك ماكينسي كوكران طرفندن بين 1889 اوريتيلدي صحيحه 100% نكمل يعني ايضا مجموعه اسئله ايضا كمان شوف ايش في عندنا سؤال 4 دوت
Parayı ilk kez el masari avval marra milattan önce 700'de. Fi sebemiye kablel milad avval marra malların alımı için el mudafide el mudaf şira el bada'i mal bida'a Lidyalılar el lidiyin Lidyalı Lidyalar cem'a el lidiyin kullandı. İstamelu İstamelul masari الليديين استعملوا المصاري لحماية الابلات من الفرق والانماك استعملوا المصاري من أجل شراء البضائع في 700 قبل الميلاد. طيب إيش نقول هلا؟ نقول أنه تم استعمال استخدمت المصاري صار المفعول به برئي صار نائب فاعل لسبب ما بس نحط له بدرف ما لسبب نقول برا إلك كاس أول مرة ميلاتان أنجن الميلاتان أنجن نكتبه بحرف كبير يديوز د مالların alımı için malların alımı için Lidya Lidyalılar Lidyalar tarafından kullan hada fiil nensaviyu bil mechul kullanıldı استعملت من طرف الليديين ما بنحط بدرت للكلمة بارا ما بيصير بيش كدوز أشي سنة أشي اللقاح ساحي مايل مضاف لقاح كدوز الكلب النحمي بدرت مال فعل بالمشتر وجد لقاح الكلب بين 885 في 1885 من طرف مين؟ لويس باستور. هل ايش نقول؟ نقول ان لقاح الكلب تمام وجد من طرف فلان. خرجنا نبلش من هون وخرجنا نبلش بهي الكلمة بيصير هيك وبيصير هيك. راح بلش انا من هون راح اقول لقاح الكلب الكلب كتوز اشي لقاح س حماية المضاف طيب بيصير حط بالإرفان؟ لا ما بيصير لأنه هون المفعول به تبع الفعل بالمشتر بده يصير هو الفاعل هو نائب الفاعل يعني كدوز أشيس بين سيكيزيوز سيكسان بيش تا لويس باس تو tarafından bulmuştur. طيب هون الفعل bulmuştur. نسوي مبني المجهول. ايش نقول؟ bulunmuştur. تمام؟ bulunmuştur. الان المجهول bulunmuştur. ننتقل للسؤال الثالث aşağıdaki boşluklar için من أجل الفراغات اللي في الأسفل uygun seçenek الخيار الصحيح seçeneği diye belirtme işaretle gelenin müşir yemek tam dışarıdan sipariş veririm ana ba'ti talabiyye min el haric ana ba'ti talabiyye bil haric طيب في عندنا خيارين يضمضم زمان لما أنا ما بسوي أكل يعني عندما أنا ما بسوي أكل أو في أثناء أنا لم أستطيع أن أعمل أكل تمام طبعا شيء أكيد بدنا ننفي الاستطاعة يعني لما بنقول أنه أنا بطلب طلب طعام من الخارج أي ما في أثناء
يعني في لما أنا لن أستطيع أن أعمل طعام. إذا الإجابة هي ب. إكي بندان سونرا بعد من هذا بزا إلينا تلفون أت لطفا رجاء سوي تلفون يعني اتصل فينا بعد من هذا. واحد جلجيين زمان يعني لما أنت راح تجي، ولا جلديين زمان لما أنت جيد. طيب شو الفرق بيناتين؟ هاي الأجاك هون لاحقة صفات فعل تعبر عن المستقبل، وهي ديك لاحقة صفات فعل بتعبر عن الماضي. يعني لما أنت جيت ولا لما أنت راح تجي، شيء طبيعي اتصل فينا لما أنت راح تجي. قال جايين زمان. إجابة آ. ثلاثة إج كندمي متسوز هيسيد يورو، أنا عم بشعر نفسي حزين متسوز. طيب أيمت؟ لما أنا ما بشتغل تشالش ماضيهم زمان، ولا تشالش ما يجام سرادة في أثناء أني لن أعمل، شيء طبيعي. الإجابة هي آه تشالش ماضيهم زمان لما أنا ما بشتغل. دورت أقولار المدارس تعطيل بيلو كنت دا تشالشرم، أنا بشتغل في مطعم ما. أيمت؟ تعطيل olduğunda لما بتصبح عطلة، ولا لما راح تصير عطلة olacağı zaman، ولا olduğunda شيء طبيعي. المدارس لما بتعطل، تمام لما بتعطل. الدوق هي لاحق صفات فعل، والأجاك هون لاحق صفات فعل. بش onu daha üniversiteye gidiyordu، كان يذهب إلى الجامعة لسه، يعني كان لسه بيروح على الجامعة. أنو تاني جام زمان، يعني لما أنا رح أعرفه، ولا لما أنا عرفته، شيء طبيعي. لما أنا عرفته تاني جام زمان، لما أنا عرفته نعمل هو بدل من فعل تاني، لساته كان بيروح على الجامعة. altı öğretmen استاذ öğrencilerime çok iyi davranacağım. أنا راح أتصرف بشكل زين، شكل جيد. إلى طلابي، تمام؟ معناتها öğretmen olduğum zaman في olduğum sırada. طيب شو الفرق بيناتين؟ öğretmen olduğum zaman يعني لما أنا بصير أستاذ، تمام؟ ولما أنا صرت أستاذ كمان بيصير. أولدوم صردا في أثناء أنا أصبح أستاذ، يعني إجابة آ أضبط. أولدوم زمان أورتمان أولدوم زمان لما بصير أستاذ، تمام. طيب يعني أيضا كمان يدي طم إسكلية بالضبط إسكلية إلى الميناء فابور حركتتي تحركت الباخرة تحركت، تمام. في عنا جلجيم زمان لما أنا راح أجي بالضبط إلى الميناء، وفي في أثناء مجيئي يعني لما أنا جيد، تمام. يعني هاي صفة مستقبل، هون صفة فعل الماضي. طام إسكيلية بالضبط إلى الميناء في أثناء لما وصلت، معناتها با. ما بيصير راح يقول يعني بالضبط لما راح وصل على الميناء، تمام، ما يصير. قال لي بسرعة. سكيز طام إبدان بالضبط من البيت أجام سردا في أثناء خروج سأخرج أنا من البيت مسافة. قال لي أجا ضيف، هي بتصير 100%. طيب تشكتم زمان لما أنا خرجت، لا تمام لما أنا راح أخرج، يعني لسه ما طلعت. إجابة آ. دوكوز يغمر مطر كراكلك oluyor يصبح جفاف،
طيب يصبح جفاف لما ما راح تهطل المطر ولا لما ما هطلت المطر؟ يغمض انظر عندما ما تهطل المطر. هون ننتبه على شغله انه الضيف لاحظ صفات فعل فيها داخله اكثر من زمان. يعني هون لما نقول يغمر يغمض انظر يعني يغمض زمان عندما ما بيهطل المطر، اما هون يغمض يجا زمان يعني لما ما راح يهطل مطر. طبعا الاجابه ب اصح صحيحه، اجابه ب. اون بو فيلمي هذا الفيلم هر إجلديم دا يعني لما انا بشاهده عندما بشاهده أغليروم أنا أبكي، هيك تزبط 100%. يعني عندما أنا أشاهد كل ما أشاهد الفيلم هذا أبكي، صحيح. إذ لا يجم ده يعني عندما أنا سأشاهده أبكي، ما بتزبط هي أبدا. الإجابة هي آ. طيب أوزلاندرما التقويم الذاتي بونلاري تركيا دا يابابيلر مسنس، هل تستطيعون أن تعملوا هدول في اللغة التركية؟ هر جملة إتشن كندينيزا بير بوان بيرينز، أعطوا علامة إلى نفسكم من أجل كل جملة. بير يابما أنا لا أستطيع أن أعمل، إكي بيراز يابا بيلرم أستطيع أن أعمل قليلا، يابا بيلرم أنا أستطيع أن أعمل، إي يابا بيلرم أنا أستطيع أن أعمل بشكل جيد، شوك إي يابا بيلرم أنا أستطيع أن أعمل بشكل جيد جدا. بير تسارلما يابا بيلرم بنو صنفتا سونا بيلرم، أستطيع أن أقدم إلى الصف هذا، أستطيع أن أعمل تصميم تسارلما. Herkesi ilgilendiren birçok konuda tartışmalara katılabilirim. أستطيع أن أشترك أشارك إلى المناقشات اللي بعدة مواضيع اللي بتخص الجميع. راديو yayınlarını anlayabilirim. أستطيع أن أفهم بثوث الراديو. درسنا لهون انتهى أصدقائي، وأيضا الوحدة تحت معنا. أتمنى منكم أي ملاحظة تكتبوها بالتعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.